Everybody, in the name of Allah, most gracious, most merciful. This is one of the lectures of unit or module number one, or unit number one. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذه المحاضرة هي واحدة من محاضرات المحاضرة unit one اللي نبدي بها هنا أنا باستخدام بعض الكلمات اللي هي هنا عندنا how do you learn بعنوان how do you learn كيف تتعلم. فهنا عندنا بعض الكلمات المهمة اللي هي تعتبر new بهذا الكتاب, فخلي نتعرف عليها وشنو أهميتها. هنا أول كلمة اللي هي جديدة اللي هي الانتربريتر. انتربريتر يعني هنا المفسر. المفسر يعني بمعنى يحلل الجملة أو معنى الجملة, أو يحلل حلم معين, أو يحلل صوت معين بأنه هو صوت غاضب أو صوت سعيد أو صوت حزين أو صوت مريض. فهنا هذا اللي يسموه الانتربريتر. انتربريتر انتربريت جاية من انتربريت بمعنى يفسر, مثل ما هو موجود بالصورة بأنه هنا أكو حديث وهنا دا يحلل هاي الشخصية وهذا الحديث بأنه شنو أهميته أو شنو بوزيتيف أور نيجاتيف. فهنا انتربريت يفسر, الاسم مالته أو الشخص الذي يقوم بالتفسير يسموه هنا بإضافة الإي آر انتربريتر, اللي هو يختلف عن الترانزليتر. ترانزليتر ينقل أو يترجم من كلمة مثلا بالعربي إلى كلمة بالإنجليزي, أو الصورة يترجمها إلى كلمة. ولكن انتربريتر لا, يحلل يعني يشرح مضامين هذا الشيء. للنقطة الثانية نمبر 2 or point 2, هنا أنا يستخدم الآلة أو الماشين اللي هي الآلة الذاتية الاستخدام. هنا أنا استخدم كلمة self. self يعني myself, yourself يعني ذاتي. self access, access يعني بمعنى هنا أنا دخولية أو اختراق. self access center يعني هنا بمركز الاختراق أو الدخول الذاتي, يعني هنا تعطي فلوس مبلغ من المال أو تنطي كارد أو أي شيء, بحيث أو هنا تضغط على دقمة أو زر معين بحيث ينطيك الشغلة اللي تريدها. الكلمة الثالثة اللي هي مهمة بهذا الكتاب هنا أنا bilingual dictionary. bilingual dictionary هنا مثل ما مبين بصورة, bilingual يعني بمعنى ثنائي, يعني ترجمتين, ترجمة عربي وإنجليزي أو ترجمة فرنسي وإنجليزي. فهنا bilingual يعني القواميس أو القاموس الثنائي. بالنسبة للنقطة الرابعة هنا exchange program. exchange بمعنى تواصل أو تبادل, يعني بمعنى واحد ينطي للثاني معلومة أو كلمة. program برنامج, برامج التواصل, برامج التواصل. هنا أنا مطي شرح عن هذا, يعني هذا تبادل عن شنو. فهنا مطي المفهوم, هنا يقولك spend 3 months in England to improve your English. يقول هنا أنا أقضي 3 أشهر ببريطانيا لتحسين لغتك. فهنا أنا دي علمها شون تتواصل ويا البقية حتى تتحسن اللغة مالتها. Number 5 هنا أنا index cards. index cards بالنسبة لهاي الصورة هنا أنا, أو هي بمعنى index. index هنا بمعنى ملحق أو محسن إضافي. فهنا أنا مثلا قارية كتاب فتريد تختبر ذكاء أو تريد تختبر حفظها للكلمات المهمة مثل هذين الكلمات, ستنحط بطاقات ويقولوا لها مثلا هذا الصوت شنو أو هاي الكلمة بالعربي شنو. فهنا أنا هاي يسموها إندكس كارتز, الكارتات الملحقة أو الكارتات الإضافية. Number 6 هنا أنا learning diary. diary هنا أنا يوميات. learning diary يعني يوميات التعلم, هنا أنا يعني بمعنى schedule. هنا أنا ينطون برامج حسب البرنامج اللي أنت تريده, أو هنا أنا برنامج للتعلم. هاي الكلمات هنا أنا موجودة بالكراس على الشكل جمل, وهذين الكلمات بالإضافة إلى كلمات ثانية هنا تنحط بالجملة الصحيحة إلها.
مثل انتربريتر اللي هو المفسر، سيلف اكسس سنتر اللي هو مركز الخدمة الذاتية أو مركز الدخول الذاتي، ليرنينج دايري يوميات التعلم، سوفت وير يعني هنا برنامج الكمبيوتر سوفت وير أو نظام، باسورد هنا الكل يعرفها باسورد يعني الكود الرمز السري، الكليك كليك يعني ضغط، ضغط على زر كليك، بارو بارو هنا بمعنى يستعير يعني ياخذ فتشي، ياخذ فتشي من شخص وبعدين يرجع له اياه، مونيتور هنا المونيتور بمعنى الثنائي، بمعنى الثنائي او الشاشه المونيتور. هنا نجي للكلمات، هنا نمبر 1 a good way الطريقة الصحيحة to learn a language لتعلم اللغة is to write in your everyday. هنا هي الطريقة هي كتابة شنو learning diary يعني يوميات التعلم كل يوم، يعني ايش ما ينطوك بالمدرسة اكتبها على شكل رؤوس أقلام حتى تتأكد وبعدين ترجع تعيدها. Number 2 my sister is an interpreter هي مفسرة and she speaks French and Arabic very well. Number 3 I use CDs انا استخدم السي دي اقراص السي دي، انا استخدم اقراص السي دي in the حسب هنا الجملة معطيكم اياها in the self access center when I want to practice saying words in English عندما اريد ان اتمرن على قول كلمات بالانجليزية، فيقول هنا يسمع ويردد وراء ف self access center دي خدمة لهذا الغرض. Number 4 there is a lot of هنالك الكثير من available متاح to help you learn English on your computer. هنا there is a lot of كثير من software من الأنظمة أو البرامج المتاحة لمساعدتك على تعلم الإنجليزية بالكمبيوتر. Number 5 if you want to إذا أنت ترغب في أو إذا أنت تريد لي a book كتاب you have to fill out a card يجب أن تملأ هذا الكارت. فهنا إذا ترغب باستعارة كتاب أكيد من مكتبة أو من مكان معين فلازم تملي بعض المعلومات fill out يعني تملأ. Number 6 don't tell anybody what your فراغ is يقول لا تخبر أي أحد عن هو only you should use it فقط عندما أنت تستخدمه. فهنا الباسورد لا تقول لأي أحد. Number 7 to use the English language game إذا تريد تستخدم مباريات إذا تريد تلعب لعبة الكلمات الإنجليزية هنا on the icon that says game on the icon على الأيقونة أو على البرنامج. فهنا click يعني تدوس أو اضغط على الأيقونة اللي مكتوب عليها game حتى تطلع لك هاي اللعبة. Number 8 if the screen is black إذا الشاشة سودة you need to turn on يجب عليك فتح the monitor يجب عليك فتح الشاشة هنا نجي الموضوعنا هنا هذني المواضيع مواضيع اللي شرحناها. نجي الموضوعنا القواعد الجديد هنا اللي يتعلق بالpresent continuous tense وهناك بعد هذا اللي راح نشرحه راح نبدي نقارن من خلال تمارين نبدي نقارن مع الموضوع القديم اللي هو simple present tense. بالنسبة للpresent continuous tense اللي مسبقا شارحي بمراحل سابقة هنا كأي زمن آخر يتكون من affirmative مثبت negative نفي وinterrogative استفهام. بالنسبة للaffirmative
بالنسبة للأفيرماتيف، إن أنا دائما أفيرماتيف مثبت يبدي فاعل، فالفاعل هنا بزمن المضارع المستمر بثلاث أجزاء، مو فقط جزئين مفرد وجمع، بثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو مفرد هي شيئت أو الأسماء. المفردة الثانية اللي هي they, we, you اللي هو جمع أو أسماء، والمفردة الثالثة اللي هي I اللي هي أنا. فهاي هنا أنا بالنسبة للمضارع المستمر هنا أنا تأتي بعدها الإز أو الآر أو الآم. الإز للمفرد اللي هو الحقل الأول، الآر للجمع اللي هو الحقل الثاني، والآم اللي هو الحقل الثالث اللي هو الآي. بعدها ما طول هنا استخدمنا زمن مضارع مستمر، زمن مضارع المستمر لحد الفاعل والإز هنا مضارع، لأنه إحنا شرحنا مسبقا بالمضارع البسيط واحدة من القواعد مالتها بأنه استخدم لها إز وآر وآم. لهنا مضارع، مضارع يعني بمعنى أنه يبدي من لحظة التكلم. زين شلون أسوي مستمر؟ لما أسوي مستمر يعني من لحظة التكلم هالدورة أبدي بعمل هذا الشيء بدون توقف، إذا توقف ما صار مضارع مستمر، من لحظة التكلم لحد ما تتوقف هذا كله يسموه مضارع مستمر. شلون أربط المضارع البسيط ويا المضارع المستمر؟ أخلي الفعل مالته بـ-ing، بـ-ing للمثبت والنفي والاستفهام. هنا صار فاعل زائد إز وآر وآم، هذا مضارع، مضارع بسيط عادي. أريد أسوي مستمر أضيف له فعل B-I-N-G. الفعل B-I-N-G أنتم تعرفوه بأنه الفعل إذا كان نهاية إي يحذف الإي ويضاف I-N-G، إذا كان نهاية حرف صحيح وقبل حرف علة واحد يضاعف الحرف في الأخير ويضاف I-N-G. أما إذا أما بقية الأشياء فإن أنا بسرعة نضيف ing. نجي هنا عندنا النيجاتيف النفي، هنا تكون كلش بسيطة لأنه المثبت هو يحتوي على auxiliary، فقط تحطون النط بعد الأكزيلري مباشرة، أي بين الأكزيلري والفعل اللي بي آي إن جي. هنا راح يصير عندنا نفي للمفرد والجمع والضمير آي. الاستفهام ايضا راح يصير بسيط لانه راح فقط نغير الاكزيلري، بدل ما يكون قبل الفعل، بدل ما يكون بعد الفاعل يكون قبل الفعل، فيصير از وار وام، وراها ياتي شنو؟ وراها ياتي الفاعل اللي هو يا اما مفرد او جمع او اي، او نقدر نقول هنا ام اي ار يو هماتي يصير صحيح. بعدها الفعل B-I-N-G وبعدها الكمليمت وعلامة استفهام. بالنسبة هنا للأدفيربس، بالنسبة للأدفيربس الظروف الخاصة بزمن المضارع المستمر، أغلب الأحيان هنا عندنا فقط نستخدم الضمير أو الظرف now، الآن now. أكثر الأحيان تتعلق هذا الظرف now ب هنا الزمن المضارع المستمر، ويكون موقعه مو وسط الجملة قبل الفعل الرئيسي، وإنما يكون بنهاية الجملة now. يعني أول ما تشوفون now يعني بمعنى زمن مضارع مستمر. الزمن المضارع المستمر شيء ثاني. هنا تحدثنا عن المضارع البسيط، قلنا يعتمد على معنى الجملة، إذا كان بها تكرار نستخدم مضارع بسيط، إذا دل على حقيقة ثابتة والكل يعرفها، حقيقة علمية أو حقيقة ثابتة كل العالم يعرفها، نستخدم مضارع بسيط. ولكن إذا الشيء خاص بدولة معينة أو شيء معين أو إنسان معين وكان بزيادة مستمرة أو هبوط مستمر أو استمرارية بالعمل بشكل مستمر، ولكن خاصة لجروب أو إنسان وليس عام، فهنا أنا راح يكون زمن مضارع مستمر، زمن مضارع مستمر present continuous tense. هنا أنا عندكم بالactivity book اللي هو كتابكم
students book اللي هو كتابكم كتاب الطالب. عندكم هنا أمثلة نعطيكم إياها ونبين لكم استخدام المضارع البسيط بمثال واحد واستخدام المضارع المستمر. هنا نجي للمضارع المستمر بالمثال الأي. هنا نقول most experts think بعض الخبراء يعتقدون that there are around 6,800 but the number of languages ولكن هذه الأعداد من اللغات هنا in the world بالعالم انتبهوا بالعالم يعني بصورة عامة in the world بالعالم هاي اللغات هنا is going down يعني في هبوط. هاي هنا الشيء خاص بكم لغة وليس كل اللغات بكم لغة عدد من اللغات وليس كل اللغات. فهنا ما طول هنا مو عام خاصة بكم لغة فهنا نستخدم لها ing is going down. هنا going down مصطلح واحد going down اللي هو عكس going up في صعود اللي عكس going up. هنا أنا بالنسبة لي بي برانش بي the UK هنا أنا United Kingdom is one of the most popular destinations واحدة من المقاطعات المهمة أو واحدة من المساحات المهمة. For example the number of Indian students على سبيل المثال طلاب الهنود أو طلاب الهنديون هنا أنا studying دراسة طلاب الهند in the UK في United Kingdom is rising في الصعود. فهنا نخصص فقط الطلاب الهند وليس بصورة عامة الهند بكل العالم لا فقط بالUnited Kingdom وهم بحالة استمرارية فلهذا استخدم is rising. الرايزنج هنا العكس مالتها falling falling falling. هنا بالنسبة سي هنا راح نتحدث عن المضارع البسيط. المضارع البسيط شلون عرفنا مضارع بسيط؟ انتبهوا احنا قلنا المضارع البسيط يتحدث عن حقيقة علمية او عن شيء ثابت. خلينا نشوف شلون عرفنا هذا حقيقة علمية. In 1980, 3,285 students, يقول حوالي 3,285 طالب, received a university degree in French. And 4,331 وحوالي 4,331 received a degree استلموا درجاتهم أو شهايتهم in Spanish بالإسبانية. زين هاي بسنة معينة قارن بين إسبانيا والفرنسية. يقول في سنة 2002 في سنة 2002 أي بعد فترة طويلة أو بعد سنوات طويلة هم رجع قارن ولكن شنو كانت المقارنة؟ Only 2,396 students طلاب تقريبا 2,396 طالب received a degree in French but 7,243 completed a degree in Spanish. يقول من هاي المعادلة اللي هي بهاي السنة وهاي السنة نستنتج بأنه الإسبانية كذا درجاتها والفرنسية كذا درجاتها. فهاي تعتبر حقيقة علمية صحيح خاصة بلغة معينة ولكن يطلع النتيجة أو الحصيلة. فهاي الحصيلة راح تكون يقول many people in the United States prefer to study Spanish استحصل أو استنتج بأنه اليونايتد ستيتس ولايات المتحدة يفضلون دراسة الإسبانية because هنا نشرح يكون الجملة because ما نقول because they are thinking نقول because they think it's more useful. هنا استخدم المضارع البسيط لأنه ما يدل على صعود أو هبوط ده ينطي استنتاج ده ينطي محصلة أو حقيقة
بأنه هاي الحقيقة، بأنه الإسبانية هي أحسن أو أفضل، أو هم يفضلوها أكثر من الفرنسية. هنا بحالة الماضي مطيها it went up مثل going up، مثل going down، ولكن هنا هاي الاستبيان كان قبل فترة، قبل حدوث هذا التكلم، ولهذا انطاه بالماضي. هنا نريد نسوي مقارنة بين المضارع البسيط والمضارع المستمر باستخدام قطعة أو محادثة، ونبين يا هو هنا بين قوسين نعطيكم الفعل، فيقول لكم يا إما هذا الفعل تسووه بحالة المضارع بسيط، أو تحطوا له auxiliary ويا ing ويصير مضارع مستمر. فخلينا نشوف، هذا يعتمد على المعنى مالت الجملة. I to the language school، هاي حقيقة، هذا بأنه هذا روتينها، بأنه تروح المدرسة اللغات، فنقول I go، ما نحط لها ES لأنه ضمير I. The number of students، عدد من الطلاب at my school rise، يعني هنا أنا لما اجيت ظلت فترة من الزمن الطلاب، عدد الطلاب ايش فيهم rise يزدادون، فهنا شو نقول is rising، في ازدياد، يعني هو مو واحد ودا يتكاثر، لا، وإنما الطلاب دا يكثرون، دا يصعد معدلهم، دا يصعد عددهم. Most of my friends are studying Spanish، معظم أصدقائي يدرسون الإسبانية. But the number of people studying Arabic، ولكن البعض الآخر يدرسون العربية. ولكن البعض الآخر الذين يدرسون العربية شبيهم go up، يقول هنا أنا استخدم go up، فهنا أنا النمبر ما طول بها عدد من الطلاب أو عدد من الأشخاص، فهنا يعني بمعنى صعود is going up، but the number of people staying Arabic is going up، هو هذا المعدل في صعود، معدلهم في صعود. النمبر لما دا يحكي ما دا نستخدم R لأنه هو دا يحكي عن نمبر فقط، النمبر دا يصعد. going up هنا أنا أخذناها بالبداية، going down. rising هنا أنا العكس مالتها falling. هنا أنا يقول I to be an interpreter، هاي حق يعني فتشي معلومة، فهنا أنا ما بيها صعود أو نزول، ما بيها استمرارية، فهنا دا يقول معلومة ثابتة عنه، هو يريد يكون مفسر، فنقول I want to be an interpreter، so I'm learning، ولهذا أنا باستمرار أتعلم الفرنسية and Arabic، هو مطيك إياها، يقول I'm learning لأنه هو دا يستمر بالقراءة. Arabic is difficult، العربية هي صعبة، but I to the self-access center every day، هنا ننتبهوا every day واحدة من الظروف اللي تابعة المضارع البسيط، فبسرعة استخدم ورا الآي فقط go بدون أي إضافة. I go to the self-access center every day and my Arabic، ما كل ما أروح كل ما شنو دا يقول، دا يقول بأنه كل ما عربيتي تزداد بالتحسن، فهنا أنا بمعنى شنو هنا استمرارية. is getting better، هنا أنا في حالة أو في تحسن. نجي هنا للمقطوعة الثانية اللي تميز أو تقارن بين الفعل، بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. هنا أنا يقول I'm learning English، أنا أتعلم، أنا في حالة تعلم للإنجليزية يعني مستمر. Because I want to be an English teacher، شوفوا نعم I want to be، هنا أنا فتشي خاص بي حقيقة، يعني مو زيادة، هي بأنه راح يصير تيتشر، ما راح يصير أكثر من تيتشر، هي شغلة واحدة. The number of language، ما طول قال number، يقول هنا أنا عدد المدرسين اللغة is falling هسا قلنا هو العكس مالت rising، is falling because it isn't an easy job،
لأنه هو ليس عمل سهل. But I think, ولكن أنا أعتقد, it be an important job. هنا هم ما تعتبر حقيقة واحدة, فاستخدمت لها is لأنه هو قايل be, يعني ال be auxiliary, يعني هنا أنا أريد فعل كينونة, يا إما is أو are أو am, was, where. هنا بمعنى أنه نتحدث عن مضارع, فهنا ما عندنا غير بس ال is وال are وال am, فال it تأخذ is. But I think it is to improve my English, لتحسين أو تطوير الإنجليزية مالتي. I, هنا أنا films, أنا أشاهد الأفلام. In English, every week. Every week هنا أنا أدل على مضارع بسيط, فهنا أنا أقول watch, ما أقول watches es لأنه الفاعل I, ولا أقول I am watching ing لأنه مضارع بسيط, فنقول I watch. I watch films in English every week and speak English with my friends. هاي همات حقيقة ثانية, بأنه أنا أتكلم مع أصدقائي, يعني حقيقة ثانية. هاي تدل على التكرار, مو تدل على الاستمرار, يعني كل فترة أروح أتحدث معهم. فقلنا إذا تدل على تكرار أو تدل على حقيقة ثابتة نستخدم المضارع البسيط. So, إن أنا عندنا هاي المحاضرة is finished and I farewell you and say goodbye.